دكتور مصطفى الوداري، اخصائي في الطب الباطني وطب المسنين. الوغ هاد الفيروس فيروس بحال لي فيروس ديال لا غريب، كيتسمى الفيروس كوفيد 19، اللي كينتقل من شخص الى اخر، واللي كيعطي نفس العلامات كالفيروس ديال لا غريب او ديال الزكام، يعني نفس العلامات ديال ارتفاع درجه الحراره، الم وصداع في الراس، كتكون الكحه، ومع الوقت كتقدر داك الكحه كتقدر تطور شي شويه، فالعلامات نفس العلامات. المشكل ان هذا الفيروس هذا المضاعفات ديالو كتكون اكثر من لي فيروس العاديين ديال لا غريب. يمشي عند الطبيب اللي وخصوصا اللي تخوف من المشكل ديال الكورونا فيروس او الفيروس كوفيد 19، ملي تكون درجه الحراره مرتفعه، تكون عنده علامات ديال التعفن على مستوى الصدر، ويكون كان عنده اتصال مع شخص ربما تصاب بهذا المرض هذا. يعني ماشي اي واحد عنده السعله او عنده الحمى غادي يمشي عند المستعجلات، باش سينا غيكون اكتظاظ كبير في المستعجلات. اشخاص اللي كان عندهم اتصال مع الناس ربما تصابوا بهذا المرض، او هذا الشخص بنفسه كان مشى لبعض الدول البؤر ديال لي فيروس، كالصين، ككوريا الجنوبيه، كايران، وفي اوروبا ايطاليا. فهاد الناس اللي كانوا عندهم سفر ورجعوا وتصابوا بهاد العلامات الحمى وتعفن في الصدر، هنا فعلا خصهم يمشيو في اقرب وقت للمستشفيات العموميه، ما يمشيوش لمعهد باستور، يمشيو للمستشفيات العموميه باش هما يفحصوا لهم وياخذوا لي بخيل يصيفطهم لانسيو باستور.